السلام عليكم، الله يعطيكم العافية جميعا. اليوم راح نشرح لكم طريقة عمل كوست جبسن بورد بشكل عصري وحلو جدا، وراح نكون إن شاء الله مستمتعين مع بعض بطريقة رسم مثل هاي الكوسة اللي هي مبينة معنا على الجنب. طبعا هاي بنضيف عليها زجاج بحيث إنه، أو رفوف الزجاج بحيث إنه تعطينا إفكت كثير حلو وراقي وبشكل ممتع جدا. أنا سيف الكردي، لكم مني كل الحب والاحترام، وتذكروا تشاركونا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب عشان يصلكم كل جديد. طبعا أنا شاكر لأصدقائي اللي بيتواصلوا معي بشكل دائم، كل الحب والاحترام إلهم، كوننا صداقات من كل دول العالم وهذا الإشي كثير ممتع. خلينا نتابع مع بعض ونشوف طريقة عمل مثل هيك ديكور. والآن بعد ما غلقنا الجدار بالجبسن بورد، ألواح الجبسن بورد، لازم يتغلق بألواح الجبسن بورد، ونلف الداير كامل على 10 سنتي، وناخذ الوسط وننزل عن الوسط 15 سنتي 16 سنتي، قد ما بتشوف أنت شو المناسب الارتفاع والنزول اللي أنت بدك إياه. فمن الوسط زي هيك بنرسم دائرة بالفرجار اللي احنا عملناه. الدائرة بتقدر بإمكانك تعملها مثل الدائرة اللي هي الجناب 10 سنتي، أو بتعملها 15 سنتي. احنا فضلنا إن نعملها 15 سنتي بحيث تكون ظاهرة أكثر ومنظرها يعني أفضل. بإمكاننا بهاي الطريقة نركب فيها سبوت، أو نركب فيها اللي هو زجاج، رفوف الزجاج بشكل ممتاز جدا. طبعا زي هيك ناخذ القياسات تبعت الرفوف، يعني لو بعدت مثلا 40 سنتي من الجنب هون والجنب الثاني اللي قباله، وبتكملها على 10 سنتي، لأنه أنت أخذت من الجنب 10 بده يكون معك من الأواسط كمان نفس الإشي 10، مثل ما ماخذين من هون من الوسط. تمام، بنبلش نفرغ فيها بالشكل اللي انتم شايفينه، التفريغ بالمنشارة، او اذا في عندك اي اداة انك تقدر تفرغ فيها مثل هيك رسمة، هذا الاشي كثير ممتاز. طبعا احنا لما نبلش نرسم الرسمة هاي اللي احنا رسمناها، يعني اخذنا كل القياسات 10 سنتي والدائرة اللي بالوسط انزلنا 15 سنتي للأسفل، عشان انه ما تكون يعني دائرة كامل من الوسط، لا خليها تكون فيها نزول بحيث انه الرسمة ترسم معانا بشكل وكأن عملنا مدخل باب، ولكن من الأسفل الدائرة مش مكتملة. طبعا راح تبين معانا عند القصص. بعد ما نطبق الرسمة على الوجه الأمامي، أنتم شايفين الألواح على الوجه أو على القفا من الجهة الثانية، بنطبق نفس الرسمة من الخلف. فما بصير إنك تقص مثلا على الأرض بعدين تبلش يعني تجمع بالجبسن بورد، ما راح يطلع معك القياس 100%. إحنا بنقوم أو بنقوم بتغليق كل الواجهة، بعدين بنبلش نرسم فيها. طبعا القطع اللي قاعدين بنقص فيها هاي اكيد راح نستغلها، ما راح تروح يعني كبر، نستغلها لتغليق الاجناب. ومثل هيك قاعدين بنقص بالجبسن بورد على منشارة الاستقامة. بعض الاحيان عشان بصير في تنتيش بنمشيها بالمشرط، يعني بنخططها بالمشرط بعدين بنبلش نقص فيها، عشان هيك ما بصير فيها تنتيش للجبسن بورد. يعني اللي جرب يشتغل زي هيك ببين معه كيف القص. وانتو شايفين كيف الالواح راكبه، ما في وراها حديد ولا في وراها اي شيء، لانه الحديد بيتجمع بعد ما تخلص الرسم. مش شرط انك تخلصها طبعا كامله، يعني ممكن انا خلصت الجنب هذا اجمع حديده، الجنب الثاني اجمع حديده، الجنب الثالث اجمع حديده، وهيك بتبلش تبين معي الرسمة. طبعا ان شاء الله في عنا فيديوهات، اكثر من فيديو لطريقة عمل البروفايل واشكال البروفايل الجديدة. طبعا البروفايل منظره كثير كثير حلو، بعطينا افكت زيه زي
فيديو اللي احنا طلعناه قبل فترة اللي هو الجروف الأخدود، يعني حتى انه انت بتشتغل على الفلات وبنفس الوقت ببين معك رسمات حلوة وهادية وناعمة للي بيدوروا على الرسمات الناعمة، اللي طبعا كل اشي ناعم راقي. ومثل ما انتم شايفين لازلنا بنفرغ بالمدخل، رسمة المدخل أول بشكل حلو ومنتظم، وهي جمالية الرسمات مثل ما قلنا عن بالكتر أو المشرط، المناطق اللي تصعب علينا إن ننقصها أو بنحس إنه راح تضايق بالرسم. أصدقائنا اللي متواجدين على اليوتيوب ومتابعينا من فترات طويلة، صار في ألفة وفي مودة بيننا، كل يوم صرنا نعاصر إشي حلو إشي جديد، سواء كان ستريتش، جبسن بورد، جبصين، قرميد، بي في سي، يو في، كل أنواع الديكورات اللي قاعدين نشتغلها، بنواكب كل إشي جديد قاعد بينزل. بعض الأحيان بيكون في عنا شوية بطء بسبب الانشغال، لأنه إحنا مثل ما أنتم عارفين إنه كمؤسسة بيت الأحلام للديكور قاعدة بنطلع بننفذ، إحنا يعني مؤسسة تنفيذية بننفذ وبنصور، ولازم نلحق الموديلات أول بأول، وراح إن شاء الله نشتغل شغل إدهانات كثير لقدام. بس خلينا نخلص المنتجات اللي قاعدين نشتغل عليها مثل الجبسن بورد. ممتع ممتع ممتع، الديكور ديكور فن. طبعا قصينا الزاوية وبعدين بنبلش نشفر كالمعتاد. كيف بلشنا نشفر بالحديد في الفيديوهات السابقة عشان نطوعها ونخليها تلف معنا على الدائرة، نكربها بالبرغي اللي هو سنساج ناعم ما بيركب اشي ثاني، اللي هو برغي خصيص للجبسن بورد، بيجي لونه اسود وسنه ناعم، وفي منه اصلا سن خشن للخشب. الله يعطيكم الصحة والعافية، بسم الله ما شاء الله عليكم جميعا. الرسمة يعني لو جيت حضرت بداية الفيديو وركزت فيه شوية بتفهم الرسمة. طبعا من الممكن انه يطلع عندك ممرات اكبر اصغر، ولكن الرسمة انت فهمان شو المحتوى اللي انت بدك تقدمه او القياس اللي انت بدك تقدمه وبتقيس عليه نظريا. مثلا واجهة عرضها مترين غير عن مترين واربعين، مترين وستين، مترين وسبعين، 3 متر، 4 متر، فانت ونظرك. هيك بنكون خلصنا جمع الحديد، وبعدين بنفرغ الواجهة الثانية على نفس السيستم وبنغلقها. أنا لما أركب الشراشف بركبهن بالزايد بعض الأحيان، وبعدين بشفرهن بالكتر المشرط أو المنشار بحيث إنه يعطيني غلق كامل، عشان لما نشتغل فيها معجونة ونركب الرفوف يكون كل إشي مغلق كامل، وبعدين بالفارة بنحفها. شكلها كثير حلو لهالقوسة. بتمنى هالفيديو انه اعجبكم كثير كثير. انا سيف الكردي، لكم مني كل الحب والاحترام، وما ننسى شعارنا: ان كانت المسافات تفرقنا فبيت الاحلام للديكور يجمعنا. وتذكر الاشتراك بالقناة ليصلك كل ما هو مفيد وجديد. نشوفكم ان شاء الله على الفيديو الجاي، واحنا مستمتعين اتذكرونا بشير، لايك، سبسكرايب، واشتركوا بالقناة. الله يعطيكم الصحة والعافية. السلام عليكم.